طبعا بتبقى لحظات مؤثرة يعني، وبرضو اكيد اتعاملت مع موقف انه حد استشهد على ايدك، او يعني طبعا اللحظات هو الحقيقة احنا بعد يوم 15 اكتوبر ابتدينا نسمع ان في ثغرة، وابتدينا نسمع ان القوات الادارية او الافراد الادارية في منطقة اسماعيلية ابتدت تيجي علينا. رايحين فين؟ رايحين جبل عتاق، او هينزلوا عن طريق جبل عتاق القاهرة. يا اخوانا الاخبار ايه؟ فالمهم ابتديت او ابتدى الوحده كلها تلاقي ان القوات الاسرائيليه وصلت، وابتدات تدي دفع رشاش كده في الهواء في البتاع، حاجه مبعثره عايزين يقولوا احنا جينا يعني. فجي الخمس ايام بالوضع ده، كل عربيه اسعاف تطلع يضربوها بالنار، اي عربيه اسعاف تيجي يضربوها بالنار، بيضربوها بالنار، عربيه ميه تيجي، عربيه اكل نبعت كده يعني. فأصبح الحكاية متعسرة تماما يعني. خمس أيام ابتدت المية تخلص، وبنستخدم الجلوكوز كمية، ابتدأت مش عارفين حتى نعمل عمليات جراحية يعني، بقت حصار للمستشفى خالص. ده ضد المواثيق الدولية بالمناسبة يعني. طبعا. شوف حضرتك كنت بتحكي ايه وهم كانوا بيعملوا ايه. جه قائد اتصل بالقيادة قالوا له خلاص انسحب. الساعة 4، خامس يوم الساعة 4، قال يا جماعة أنا عندي تعليمات بأنه ممكن ننسحب عن طريق جبل عتاق. فناس قالت طيب هنمشي، وناس تانية كنت أنا من ضمنهم قلت إن ما كانش هيضربنا المصريين هيضربنا اليهود في الليل ده، محدش بيعرف حد. فقلت نستنى للفجر، ومع الفجر يحلها ربنا. الحقيقة كان الليلة دي بدون قمر، واللي عاش الجبل او عاش الصحراء يعرف يعني ايه مفيش قمر في الصحراء. انا قاعد وكلنا قاعدين مفيش بقى لا كلام ولا حديث، كل واحد سرحان في دنيته، لغايه ما جه دكتور كان اسمه الدكتور مجدي، الدكتور ناجي. يا سيد يا نجم يا ايوه دكتور ناجي. قال لي تعالى ندفن الشهداء. ايه اللي حصل؟ ان احنا طول اليوم ده كنت بركب الـ40 مصاب اللي عندنا علشان يروح مستشفى السويس المدني. وفضل الشهداء، العربية اتملت وفضل الشهداء. فهو الساعة 9 افتكر ان في حوالي 9 شهداء موجودين عندنا، خدنا بياناتهم ومعاهم، بس هو عايز يدفنهم. وقمتوا دفنتوه. فالمهم ان انا ما ردتش عليه على طول. فجي زميلنا كان طبيب اسنان اسمه الدكتور بطرس، وواحد تاني اسمه علي، قال احنا معاك يا دكتور ناجي يلا. فروحنا ابتدينا ندفن. الطريف في الموضوع بقى لحظه قاسيه برضو، ان ناجي مسيحي وبطرس مسيحي واحمد مسلم وانا مسلم، هم قالوا ابانا الذي في السماوات، واحنا قلنا الفاتحه، واحنا مش عارفين الشهيد ده اذا كان مسيحي ولا مسلم. الله. فكانت الحقيقة يعني ساعتها ما حسيتش بيها، وإنما يمكن بعد كده وأنا بستحضرها، حتى كتبتها قصة يعني وأنا بستحضرها، لا وقع لها دلالتها ولها وحقيقية واقعية بدون افتعال وبدون تخطيط. وانت ما خدتش بالك منها في ساعتها؟ لا لا، في ساعتها ما فيش. ما بس على فكرة آخر حاجة تفكر فيها الموت في الحرب. موت. بالعكس، ده انت بتفكر في الحياة لأنك عايز تدافع عن حياتك وعايز تحمي نفسك وعايز تموت عدوك، وإنما أنت تموت لا. طبعا. مش